بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدنا نبدأ نعمل في المجموعات. أول شغلة راح أنا أكون محددة موضوع اللقاء، عن إيش؟ عن فيروس كورونا، عن أي مادة أنت بدك تدرسها. أنا محضرة اليوم مثلا عن الأسرة، بدي أبدأ أخذ صورة من الصور اللي أنا مجهزتها عندي على لابتوبي، ما بدي من اللايبراري. ليش؟ لأنه محدودات جدا ومش راح ألاقي اللي بدي إياه، فأنا محضرة صور. بدي أروح وين أنا محضرة، هينا عاملة ملف عن الأسرة، بدي أختار صورة لنفرض هاي الصورة، لأنه ب17/4 مثلا ذكرى الأسير الفلسطيني. هيو بلف بحمل. أول ما ببدأ إذن بصورة الغلاف، زي الفيسبوك وزي أي تطبيق أنا بعمل له صورة غلاف. الآن اخترتها خلاص، بعمل سيف. مهم أعمل سيف، باجي مباشرة أعمل الصورة الخلفية نفس الطريقة، upload from the computer. هون برضو اخترت صورة، بديش بعد أسبوع أسبوعين شهر سنة إن شاء الله بقدر أغيرها في أي وقت. هيها بتحمل، مشكلة النت اللي بساعدش. الآن بس أخلص أتأكد إنها وصلت، بعمل سيف. أوكي، إذا أول شغلة عملنا اللي هي صورة الصفحة الرئيسية والغلاف وصورة الخلفية. الآن هي عمل لي سيف خلاص. الآن باجي بعمل التايتل. شو يعني التايتل؟ العنوان. طبعا أنا بقدر أكتب زي ما انتم شايفين انجلش، هيني بقدر، وبقدر احول كالعاده كيف انتم بتكتبوا امتحانكم، بقدر احول عربي او انجليزي او اسرانا. ممكن اختار عنوان حلو، اسرانا العيون. هنا شو هنا؟ write a description for your collection، يعني وصف، وصف لهي المجموعه، الاسرى وقضيتهم لنفرض العادلة، أو أي شيء أنت بترتقي. إذا كتبنا العنوان وكتبنا إيش؟ وصف لهذه المجموعة. الآن هون لاحظوا لو بدي أنزل، هيني قاعد بحاول أنزل في الماوس ما بنزل. ليه؟ لأنه ما فيش عندي شيء. بدي أبدأ مباشرة بالزائد، لما أضغط على الزائد مباشرة بيجيني أشياء. هون paste URL، يعني أنا بكون مجهزة من برا الويكلت إشي، فيديو أو مادة إثرائية عن الأسرة أو أي شيء بدي، مرفق أو مرفق أي شيء بدي إياه، بس باخذ رابطه. أنا الآن لنفرض أنا هيني محضرة، هون شايفين أنا محضرة عن الأسرة، هاي بدي أفتح هذا الفيديو، لازم أفتحه بالأول، فيديو أو صور أو أخبار، بس مشان أخذ الرابط. أوكي، هاي عن الأسرى الفلسطينيون بالأرقام. أنا راح أشوفه طبعاً الفيديو، لأنه بدي أكون هنا حذرة جداً، لأنه بتعرفوا في مرات بيحكوا عن فلسطين إسرائيل وهي الأشياء، فما بدي أكون سبب في طمس الهوية الفلسطينية، بالعكس لازم أشجع نحو مواطنة رقمية صحيحة. أوكي، لنفرض إني تأكدت منه، راح أطلع هون هيو بالشريط، بضغط هون مرتين، باجي على الماوس باليمين أو في طريقة أخرى، أي طريقة بتعملي كوبي، برجع على الويكلت مباشرة. لاحظوا هون المستطيل بيستناني مشان أعمل كاتب لي بيست أني ويب، يعني إلصقي بلصق هذا الرابط مباشرة. لاحظوا لما لصقته هيو بدأ يحمل. أوكي، إذا رحت هون هيو كتب لي الأسرى الفلسطينيون بالأرقام فيديو، وكاتب لي أشياء عنه. لنفرض أنا مش عاجبني هذا، بس باجي في عندي هون إذا لاحظتوا في قلم وفي اللي هي سلة المهملات، هذا إذا بديش إياه لنفرض أنا بعد ما حضرته مش مناسب، بعمل ديليت. إذا بدي أنا عدل هنا، بديش هنا فيديو، خلص هو مبين فيديو، بمسح هاي كلمة فيديو إذا بقدر، لا ما بقدر لأنه هذا العنوان من عندهم. لكن لنفرض هاي الصورة بديش إياها، باجي بعمل إيديت. شو يعني إيديت؟ يعني تحرير الصورة. ممكن كمان أروح أختار صورة مناسبة من هون، من عندي، من اللي أنا محتفظة فيهن على الكمبيوتر، يعني بغير الصورة اللي كانت عندهم.
بس تحمل بعملها سيف. لاحظوا هاي انا حطيت صورة حمامة السلام خارجة من السجن لنفرض، وبس خلصت بعمل دن يعني بحتفظ فيها. اذا هاي الكولم للإيديت وهاي للحذف. الان بدي ارد اشوف اذا هذا اليو ار ال رحت جبت انا هيو فيديو او صور او اي شيء باخذ الرابط نسخته وعملت له هون مباشرة بيس. طيب هون شو يعني هون؟ هاي لاحظوا بدي اكتب مرة ثانية، ضغطت اجاني تكست زي ما انا بكتب امتحان، في عندي بولد، في عندي ايتاليكس يعني مائل، في عندي اندرلايند يعني تحته خط، في عندي هيدنج نمبر 1 يعني عنوان بهذا الحجم، او عنوان رقم 2. هسه راح اشوفهم خلال الكتابة. لنفرض انا بدي اقول عددي، لنفرض عددي اسماء خمس أسرى فلسطينيون قضوا في السجن أو استشهدوا في السجن. لنفرض أنا حضرتهم هذا الفيديو وطلبت منهم بعد مشاهدتك عزيزتي الطالبة أو عزيزي الطالب، بعد مشاهدتك للفيديو أجب عن الأسئلة الآتية. أوكي، هاي أول سؤال. أول سؤال عدد أو عددي أسماء خمس أسرى، ممكن أرد أحط له كمان سؤال وكمان سؤال وكمان سؤال اللي بدي إياه قديش بكتب. أوكي، الآن لنفرض أنا هاد بدي أخليه غامق مشان يبين عند الطالب. لاحظوا كيف صار بعد ما اختلف عن الكتاب اللي هون. بدي كمان اظلله، برد اعمله ممكن مائل، ممكن احط تحتيه خط. لاحظوا كل ما اعمل تغيير بيظهر. ممكن هون اعمله شوفوا كيف كبر العنوان، او بهذا الحجم. بدي هذا رقم 2 او رقم 1 بس اظلل بضغط هون للتعداد. لنفرض الطالبة انا اعطيتها الرابط وطلبت منها تجاوب على نفسه وتودي لي، بدها تعدد عاد 1 2 3 ممكن على طريق النقاط هيها اللي هي التعداد النقطي. هنا اللي هو يعني وين بدي اكون، لليمين او للشمال. هون طبعا احنا الانجليزي بضغط عليها بيجيني هون، اذا ضغطت هون لاحظوا وين صار في الوسط. اذا انتم طبعا عربي ممكن اني اضغط هون بيجي محاذاة لليمين. هسه هاي مهمة، هاي شي هي لينك. شو اللينك؟ يعني انا بكون مش هسه قبل شوية جبت لينك، ممكن بدي اضمنه في هذه ورقة العمل بس اعمل بيست مباشرة بكل اد. لاحظوا كيف تغير لونها من ازرق لاخضر، هاي بتبينش الا الان لو بدي اعمل. لاحظوا بدي اعمل خلاص، بدي لنفرض اطلع منها واعرضها مباشرة بتيجي شكل اليد وبصير يعرض لي كفيديو. لاحظوا شوفوا بدل المؤشر العادي لما أقرب كيف بتصير، شوف كيف هنا لما أقرب عليه كرابط مباشرة بس أضغط، لاحظوا بوديني على اللي أنا كنت عاملته، هي يرجعني على الفيديو اللي أنا جبته من برا. هدول الروابط مهمة جدا. الآن لنفرض أنا بدي أعدل، برد أعمل كلنا على إيديت مشان أضيف أشياء أو أعدل. لنفرض هنا طلع عندي غلط، هسه هذا تكست هذا نص، باجي برد اعمل هون، هدول مثلا ما بدي اياهم بحذفهم. هسه في استاذ او معلم يمكن يحكي طيب لازم اكتب؟ لا مش لازم تكتب. هاي مثلا انا لنفرض هاي بدي هاي بدي اعملها، بدي انسخها. اوكي بدي انسخ اي شيء بس مشان اشوف ممكن انسخ اي شيء جاهز. طبعا هاي نسخته مباشره وبعدل اللي بدي اياه وبالاخر بعمل ضن. إذا هاي بالنسبة للتكست. أوكي الآن باجي بضغط مرة ثانية بيجيني بعد الرابط اللي جبته من برا وبعد النص بيجيني يوتيوب. شو يوتيوب؟ أنا بديش أطلع هسه برا، بدي أظلني جوا إيش جوا الكوليكشن الأسرة. لنفرض أشوف الأسرة، بعمل بحث
أشوف بجيب لي، شوفوا أي إشي بجيب لك أنشودة عن الأسرة، أغنية عن الأسرة، موضوع عن الأسرة إلى آخره. طيب كيف بدي أعمل؟ لاحظوا هون ما طلعت، مش زي الرابط، الرابط طلعت روح جبت الرابط ونسخته، لكن هون اليوتيوب الحلو إنه جوا المنصة بس أكتب العنوان اللي بدي إياه، عن الأسرة، عن الفاعل، المبتدأ والخبر، الجمع والطرح، تاج كويشن، أي أنت مادة بتدرسها حضرتك ممكن تجيبها، الجهاز الهضمي التنفسي. لنفرض أنا بدي هذا، لاحظوا لما ضغطت عليه شوفوا شو كان، ما كانش إشي مضلل صح؟ لكن لما ضغطت هون واحد، بدي كمان اثنين، ممكن ثلاث، ممكن أربعة، ممكن عشرة، قد ما بدي بضلل. وبعد ما أخلص لاحظوا لما كانت مش شوف لما ما كنتش ضاغطة هل كانت الخضرة غامقة؟ لا كانت فاهية، لكن لما ضغطت تحولت مباشرة لأخضر. فوكل وان فيديو معناته أنا بس بضيف هذا الفيديو، عشان النت ما بدي أضيف فيديوهات أو أضيف هذا. نجرب كيف ممكن هي مباشرة أجاني، لاحظوا ما أسرعه، هي أنشودة الأسرى روحك ما يهمها اعتقال. إذا ضفت فيديو من داخل الكوليكشن، بس كتبت ضغطت هون كتبت لنفرض بدي الجمع والطرح، لنفرض الجمع والطرح ضمن العدد اللي بدرسه ابتدائي، ضمن العدد 10 مثلا، ضمن العدد 10 أشوف بجيب لي أنا حسب تخصصي بقدر أجيب اللي بدي إياه. هاي أجاني، هاي جمع الطرح إلى آخره. لنفرض برضو هاد بدي إياه، إذا بدي بعمل آد، أنا حاليا مش معنية أضيف لأني أنا مجموعتي عن الأسرة. الآن بهاجي لتويتس، شو هاي تويتس؟ معظمنا معلمين أكيد واللي حابين يعني فعلا يتطوروا ويصيروا مع التمكين الرقمي، لأن منعيش في قرن 21 في هذا العصر التمكين الرقمي، فلازم عندنا حسابات على تويتر. تويتر مهم جدا، وعلى فكرة كل المنصات أكثرها مشاهدة من قبل تويتر، يعني اللي بده يصير خبير في مايكروسوفت أو في سفير لمنصة ويكليت أو فانسي أو إشي لازم يشارك أنشطته على تويتر. لنفرض هنا أنا بدي أكتب برضو نفس العبارة الأسرة، بدي أشوف مين كتب عن الأسرة في تويتر، فأي إشي أجت سيرته عن الأسرة راح يجيب لي إياه برضو هون، واختار برضو قد ما بدي واحد أو اثنين. هون حنظلة لا مش عاجبني، هون عقبال كل الأسرى والمعتقلين مش عاجبني، بضلني أنزل أنزل. لنفرض هاي، لنفرض هاي عجبتني، لنفرض هاي مثلا برضو هون مثلا هاي عجبتني، هاي بديش بطلت عنها بقيم الصح عنها، هاي عجبتني بدي إياها إلى آخره قد ما بدي. وبالآخر نفس الإشي بحط تويت، لاحظوا هون قاعد يحملهن كل اللي اخترتهن أنا هون في تويتر. اوكي هاي هن ظهر مباشرة عندي، وهي إشارة تويتر شايفينها الزرقاء زي الحمام الزرقاء، هاي يعني إني أنا ضفت من تويتر. إذا بضيف من عدة مصادر، إذا هنا رابط، هنا نص، هنا يوتيوب، هنا تويتر، هنا بوك ماركس. شو يعني بوك ماركس؟ يعني أي إشي أنا إلي، أنا لأنه عندي مجموعات الآن كثيرة، أي إشي إله علاقة في الأسرة ممكن أختاره من اللي جوات المجموعات تبعاتي. أنتوا لأنكم جداد مش راح تلاقوا هاي الأشياء، أنا ليه؟ لأنه أنا عندي فوق 200 مجموعة، فبدي أبحث أشوف ممكن أنا باقي كاتب عاملة مجموعة إلها علاقة في الأسرة، ممكن أعمل أشوف مثلا عن فلسطين، أنا كنت عاملة عن فلسطين أشوفها إذا جاي بسيرة الأسرة، شكله هون مش مبين. لنفرض هاد، لنفرض هاد بعمل زي الزائد هون، بعمل الزائد بتصير خضرة، لنفرض هون، فمباشرة برضه بضيف. الآن راح أضيف أي إشي بس عشان التدريب. أوكي هي مباشرة ظهرينها يعني الطاقة الإيجابية مثلا، لنفرض إنه إلى علاقة في هاي الكوليكشن. أوكي إذا هاي بالنسبة للبوك ماركس من الأشياء اللي هن فيديوهات أو بي دي إف أو فيديو تيوب أو روابط أو صور أو أي شيء اللي أنا إلي مجموعات عندي في المنصة. أوكي هون الإيمج نفس كيف عملنا في صورة الغلاف والخلفية، هون راح أروح على الكوليكشنز اللي أنا عملتهم، هنا ملف عندي على المستندات أو على
سي على دي واتيفر. هسا الآن سؤال، وحدة ممكن تحكي أستاذ أو معلمة طيب ممكن صورة بس وأعمل أوبن هيك وتيجيني صورة ورد أروح أرجع وكمان أعمل صورة، متعب صح متعب، شو بدي أعمل؟ ممكن أعمل تظليل لكل الصور مع بعض في أي طريقة أنت حاببها، ومباشرة لاحظوا ظللت أكثر من صورة 10 20 30 صورة وبعملها أوبن، رح نشوف هل بتحملن. لاحظوا هيو قاعد بحمل فيهن، فأنا بحمل قد ما بدي صور، مش كل مرة أروح صورة صورة صورة. هيو بحمل اللي فيهن، هاي بدأ يظهرن هيهن، بس بدنا نشوف كيف ممكن نعرضهن. هاي الفيديوهات، هاي الصور اللي الآن جمعتهم مع بعض، هاي يوم الأسير الفلسطيني، هون Palestinian Prisoners Day في الإنجليزي، هاي برضو يوم الأسير الفلسطيني، هاي صور حلوة ومعبرة، فأنا بعرض لطلابي مثلاً أو لزملائي أو على تويتر للناس الأجانب أعرفهم بالقضية الفلسطينية. إذن هاي بالنسبة للصور، وزي ما حكينا برضو للغلاف افهمنا من اللايبراري، يعني من اللهم صل على سيدنا محمد، من اللي موجود عندي في المكتبة داخل الكوليكشن اللي هون بريزونرز. إذا بدي أشوف ممكن ألاقي بالإنجليزي، هاي أجتني بس صورة وحتى مش عن الأسرى الفلسطينيين، فمش عاجبني فبفضلش إني أخذ منهم. هاي أجاني كمان صور، ممكن هاي الصورة لنفرض هيها مباشرة بس أضغط عليها بتحمل. أوكي، إذن هاي بالنسبة للي هي الإيميجز. هسا بدنا نيجي لهون، هاي مهمة جدا إلنا كمعلمين. أنا أكثر إشي بحب اليوتيوب، بحب الإيميج وبحب الأبلود بي دي إف اللي هي زي ورقة عمل أو امتحان. مثلا أنا بدي أحتفظ امتحاناتي لتاسع بمجموعة، لعاشر بمجموعة، زي ملفك الإنجاز الورقي بس هذا إلكتروني على إنه يكون منظم أكثر. مباشرة بس أضغط على البي دي إف، لاحظوا وداني هون، أنا حافظة جايبة ملف عن الأسرى الفلسطينيين ومحولته لبي دي إف. أكيد منعرف كيف نحتفظ فيه كبي دي إف، بدل ما حفظ باسم كوورد لما بدي أحفظه على الكمبيوتر على اللابتوب أو وين ما بدي بحفظه كبي دي إف مشان هون أحمله. لاحظوا وين أجا، هيو قاعد بحمل. الآن هاي الصورة مش عاجبتني زي ما حكيت قبل شوي، ممكن أروح أغيرها وأعملها إيديت لنفرض هيك، أي صورة بدي إياها وبقدر أغيرها أكثر من مرة. كمان ممكن هيني غيرتها خلصت هون، ممكن أضيف مثلا الأسرة لا العربي أسرانا هم في عيوننا لنفرض هم إلى آخره. إذن هنا ضفت أنا كمان عبارة من عندي، بديش برد أعمل يعني مرة ثانية بضبط الحكي أو الصورة أو بعمل حذف. أوكي الآن إذن بي دي إف ممكن ورقة عمل، ممكن امتحان، ممكن مادة إثرائية مثلا. لنفرض أنا مادة إثرائية بدي أخذها لمين، لنفرض بدي أخذ أنا من عندي أي إشي بس مش تابع للإنجلي إلى هذا الإشي، لنفرض هون هذا يكون للأسرة أنا عاملته كامتحان أو كمادة إثرائية أو تحضير أو خطة أو أي شيء بدك إياه بس يكون له علاقة في الرزمة أو في عفوا في المجموعة. هيو بحمل. إذا البي دي إف مهم جدا، ممكن مثلا أنا عاملة للوحدة الأولى أعمل الوحدة الأولى، بعدين أعمل أوراق عمل، ممكن أعمل مادة إثرائية، ممكن أعمل امتحانات، وبعد شوية ممكن نورجيكم كيف ممكن نخليهم في كوليكشن واحد. لاحظوا حسب حجم الملف بطول أو لا، هون بيكون ممكن أكثر من صفحة. الحلو إني برجع له مثلا أنا عاملة للصف التاسع الوحدة الأولى، باجي بدي أعرض لطالباتي، بعرض لهم مرة الكلمات، مرة القواعد، مرة قطعة، مرة عليها أسئلة، مرة تعاونية،
شو تعاونية زي ما حكيت قبل شوي، ممكن أودي لهم الكود وضيفوا عليها الإجابة، أو مثلا يحطوا صور ثانية أو فيديوهات خاصة إحنا مثلا المرحلة الكبيرة المرحلة الدنيا، ممكن أهلهم يساعدوهم. هاي حمل مثلا، هاي حمل البي دي اف نفس ما حملنا هون البي دي اف، وممكن أعدل عليه. لنفرض أنا قلت لا هاي الرزمة ما إلها دخل مباشرة، بعملها حذف. لكن قبل ما أحذف بكل، هل أنت متأكد بدك تحذفها؟ طبعا متأكد. الآن من جوجل أكيد كلنا معلمين إلنا على جوجل، منحط يعني ملفاتنا سواء امتحاناتنا أوراق عملنا خططنا موادنا الإثرائية، باجي مباشرة بعمل sign into جوجل مباشرة، راح يوديني مرة أخرى وين؟ على جوجل اللي هو حسابي عليه مباشرة، بضغط على حسابي. هاي وداني، هاي بدي أختار الآن من وين بدي أي إشي مثلا بدي إياه له علاقة في هون. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي عندي عدة ملفات، عندي شهادات، عندي الكتاب، الرزم إلى آخره، إنجازاتي مع منصات مثلا معينة اللي بدي إياه. لنفرض أنا بدي هاي، لنفرض هاي بس مشان ورجي، هاي أجتني، بدي نفس الإشي نفس الطريقة. إذا هذا من جوجل درايف. الون درايف نفسه برضو مباشرة، لاحظوا بس ضغطت عليه، هي ون درايف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيقول لي إنه go to ون درايف، روح للون درايف لحسابك. أوكي عشان النت شوية بتعوق. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هيو بودي فيه وين؟ عن الون درايف، نفس الجوجل درايف، بس الون درايف واحد من أدوات مايكروسوفت أوفيس 365 زي وكلت تيمز والسوي، وفي أشياء كثيرة بتجنن وحلوة ورائعة إلنا كمعلمين ولطلبتنا كمان. نفس الاشي بدي اخذ اي ملف بضغط عليه بختاره، بس شوية تظهر الصورة. هيو بكل بدي يوديني واعمل تسجيل حساب، لكن الان بدي اخذ وقت، بدناش بس عشان وقتكم بلاش يرد يقطع. نفس الاشي بختار اللي بدي اياه من الون درايف زي جوجل درايف. هسا الفيديوهات بتوقع ما مش رح تحتاجوه في المرحلة الحالية، ليه؟ لانه هسا بدي افتح مباشرة، رح يفتح علي كاميرا بدي اسجل بصوتي، بدل ما شفته بورقة العمل كتبت لها بعد مشاهدة عزيزتي الطالبة بعد مشاهدتك الفيديو اجيبي عن الاسئلة الاتية، هذا لا بحكي بصوت وصورة مباشرة، بس أضغط عليه بيجيني بيفتح فيديو. هيو الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا إلهي درسنا، الله أكبر، لا حول ولا قوة. رح يفتح فيديو علي مشان نسجل صوت وصورة. continue، هاي بكل هذا فليب جريد اسمه، برضو هذا تطبيق عالمي رائع جدا، يعني دامجين الفليب جريد مع الوكلت. فليب جريد will receive your public profile and email. هل بكل، هل بدك تكملي بهذا الاسم شوقية حواوري؟ اذا بدي yes، اذا بدي no. اوكي هنا login successful يعني نجحت. هنا بيطلب مني اني اسمح للكاميرا والمايك مثلا، allow يعني يسمح، don't allow اذا بدي اسمح للكاميرا، لنفرض الكاميرا لا ما بدي مثلا، وبعدين بقول لي allow، اذا بديش بعمل له don't allow. لنفرض انا عملت allow، بدي أسكر الكاميرا بسكرها 1 2 3. لنفرض أنا بدي أسجل، بسجل اللي بدي إياه وبعدين بعمل next 2 3.
لنفرض أنا بدي أسجل، بسجل اللي بدي إياه وبعدين أنا ما بدي إياه، بدي Are you sure to exist؟ يعني هل أنت متأكدة إنك بدك تبعد عن الريكوردينج؟ ما بدي أكمل فيه، بس مجرد أعطيناكم فكرة عنه، وبعدين بخزن لي إياه وبحوله هون وبطلب من الطالب هذا الإشي بعدين فيما بعد إذا بدنا إن شاء الله بنعمله. هاي بالنسبة ل ألو، الله أكبر، الله، سامعيني؟ معك سامعين، تفضلي. عشان قطع مش عارفة شو صار نت اليوم بالمرة. الله أكبر، الله أكبر، يلا لحظة شوي. هاي شايفين قطع فجأة، لقيته محفوظ الحمد لله، كل شيء تمام. هاي أسرانا في العيون، وهيها كل الأشياء اللي إحنا ضفناها موجودة هون. الآن كيف بدي أنا أغير في هذا الكوليكشن؟ برجع لاحظوا على Edit Collection. Edit Collection يعني تحرير، برد بدي أغير اللي بدي إياه. هسا بدي أشوف هاي شو يعني Change Layout. Change Layout يعني تغيير الشكل اللي أنا ظاهر عندي. لاحظوا هون ظاهر عمودي، الصور ورا بعض زي العرض، يعني عرض الشرائح. هل بدي بهذا الشكل؟ إذا بدي بخليه عادي Media View. ولا كومباكت يعني مضغوط، لاحظوا كيف صار اشكاله اصغر صارت. او بدي الشكل الثالث جريد، اللي هن كل صورتين او اشياء اثنين قبال بعض زي هذا الشكل. او بدي بهذا الشكل مود بورد زي العرض الحائط، يعني زي معرض كانه بهذا الشكل. اللي بدك اياه انت كمعلم، انت حر، ما حدا بحكي لك شو لازم هيك. انا مثلا بحب هذا الشكل، لنفرض انا هذا بحبه لانه كل صورتين مع بعض وقريبات على بعض. ممكن استاذ ثاني لا يقول انا بدي هدول، لانه خاصه لما يبقى في عندي كثير في المجموعه اشياء زي PDF وفيديوهات واشياء ثانيه. في واحد لا بحكي لا خليني انا على هذا. اوكي، الان واحد بحكي طب بديش انا، بدي اول اشي اخلي الفيديو قبل هذا مثلا، او هذا قبل هذا. خليني ارجع على الشكل الصح العادي. في عندي اذا شايفين هون ايزي ريكوردر مود، يعني كيف بدي ارتبهن. اذا لاحظوا اذا مسكر هيك ابيض ما بقدر، لو بدي ازيح هون ولا هون الا عن طريق الاسهم، لكن هون اسهل بيكون قريبات على بعض. لنفرض انا بدي اشوف هذا، لنفرض الفيديو او هاي الصوره. هاي لاحظوا قاعد بسحب فيها، هاي السحب والافلات، بدي احطها هون. لنفرض هاي لا بدي هون، هاي لا بدي انزلها تحت. هيني بعمل سحب وافلات، بضلني شاحطه هيني، شاحطها لفوق، هاي لفوق، هاي لتحت، زي ما بدي أنا بعمل بالأشكال اللي بدي إياها. إذا بهاي الطريقة، أو إذا مسكرات عن طريق هذا السهم، هاي فوق تحت، هنا موف أب يعني لفوق، هنا موف داون يعني لتحت، هنا هاي موف تو بوتوم للأسفل. أنت حر كمعلم كيف ترتبهن. لنفرض أنا بدي أبدأ بفيديو مباشرة، ورقة عمل، بشوف وين الأماكن اللي بدي اياها. لاحظوا هنا كل ما اعمل شيء بكل changes saved. changes saved يعني محفوظه كل التغييرات اللي انا حافظتها، وزي ما شفتوا قبل شوي قطع معي مباشره رجعت لقيتهن موجودات. نرجع لهي الايقونه مهمه اللي هي بدي اخليها public. هيها صارت public، بديش لا بدي اخليها بس للي بدي اعطيهم اياه الرابط، بتصير unlisted. بدي اخليها برايفت، خاصه زي ما حكينا صور شخصيه او امتحانات او صور او عفوا مبادرات او اي شيء زي ما بتحب انت، عادي لك الخيار. اوكي، بدنا نيجي الان لانفايت مره اخرى.
الانفايت اللي هي حكينا كوبي لينك، الان بقدر ابعث لكم اللينك ومباشره تتودوا لي اياه تشتغلوا فيه وتشوفوا اللي بدكم اياه، او كود كوبي كود. يعني الان راح اعمل اشوف الشات موجوده بس شوي، هيها الشات راح اودي على الشات هذا الكود. ليش؟ لانه بعد شويه بدي اورجيكم كيف ممكن لما تفوت على الويكلت بس تدخل الكود هذا، لو ما لكش حساب على الويكلت، لو ابدا ولا عمرك سمعت في الويكلت بس تدخل هذا الكود كيف ممكن انت تعملها تشاركيه. فممكن هذا الكود بعد شويه بس اسكر هاي الكوليكشن تفوتوا، اشي يضيف صورة، اشي يضيف فيديو، اشي ممكن يكتب عبارة الى اخره، فبصير تكبر المجموعة. ممكن بدأ بقى فيها مثلا 10-20 بس ايتم اشي ضفته، ممكن يصيرن 40، ممكن يصيرن 50، ما بين فيديوهات وبي دي افس وصور ولينكات وفيديوهات والى اخره. اذا هاي للمشاركة، بدي اشارك انا لطلابي، او يوزر نيم زي ما حكينا إذا أنا متابعيني حدا زي ما حكيت قبل شوي، بتحط على الزائد أو على الإيميل. ممكن أكتب إيميل مثلاً شوقية لنفرض .055@gmail.com لنفرض، هيني مباشرة أجاني بكل فالد يعني صالح، مباشرة بعمل آد مباشرة. لو الآن أفتح على إيميلي بلاقي جاييني إشعار إنه والله شوقية أضافتك لمجموعات الويكلت 1-2-3. أنا الآن مش معنية يوصلني. أوكي، الآن خلصت كل إشي، بدي أعمل ضن. شو يعني ضن؟ بحتفظ فيها. بدي أجي لهاي الأيقونة، بدي أفتحها وأشوف شو الموجود فيها. طبعاً أنا هاي الصورة أنا حاطتها مكان الشيكة، بيكون في إشي فارغ زي الفيسبوك وزي المنصات الثانية، بختار الصورة اللي بدي إياها، وهي كمان الصورة أنا حاططها مشان أعبر عن البروفايل تبعي. لاحظوا هون كمان معلومات بسيطة عني في الإنجليزي، إنه أنا شو تخصصي، معي ماجستير بأساليب تدريس اللغة الإنجليزية، بدرس من عمر 14-18، وعن إنجازاتي سفيرة كذا سفيرة كذا إلى آخره، وهي الأشياء. الآن إذا ملاحظين هون مش رح تيجيكم هاي الأشياء. قبل شوي حكيت ممكن تعمل الوحدة الأولى مثلاً إشي قواعد إشي كذا، بتعمل كل إشي في كوليكشن، بعدين بتجمعيهن لنفرض بتسميهن يونت 1 أو الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، الوحدة الرابعة إلى آخره. فبكون هون أسهل إلي، لنفرض أنا بدي أشوف مشاركاتي على تويتر مباشر بس أفتح بيجيني هون. لنفرض هنا حاطة عن مواد إثرائية، طبعاً أنت بالعربي أو بالإنجليزي كل واحد حسب ما بده. هون مثلاً وكلت ويف مباشرة أجاني، لاحظوا كم وحدة، هاي وحدة 2-3 عن مشاركاتي لما كنت أتدرب، لما صرت أدرب، لما عملت مشاريع، لما طالباتي عملوا مشاريع، طالباتي صاروا سفيرات، زميلاتي صاروا سفيرات بعد تدريبي إلهم الحمد لله في هاي المنصة وكلت. أول شيء بتكوني عضو، بعدين قائد، بعدين سفيرة، بعدين بعمل مشاريع لإثراء المنهاج. كله أنا مشاركاتي على تويتر مثلاً بخصوص وكلت. هون لما كنت عضو في وكلت هاي حطيت صورة الشهادة تبعتي إلى آخره، كلهن موجودات هون. لو جيت هنا كاريكولا ديفلوبمنت، هيني مثلا هنا للصف 12 صف توجيه الوحدة الأولى، هنا لصف 10، هنا لصف 9، هنا هذا الموضوع مثلا فلسطين في العيون بخدم المواد سواء الإنجليزي ولا الدين ولا العربي، هون عن الطعام الصحي مثلا، لاحظوا أشياء بتجنن طلابنا وإحنا كمان ننبسط لهاي الألوان، سميته هيلثي فود، بعدين جبت لهم شو يعني هيلثي فود، جبت أكلات صحية، موضوع هنا، موضوع هون أغنية للأطفال، أغاني للأطفال أو أغاني للكبار، عن تويتر طلعت، عن اليوتيوب. فأنا بقدر هيك أجذب طلابي للأكل الصحي، بشوفوا أصلاً لونه حلو، معلومات عنه حلوة بتجنن. هون كاتب لهم هيلثي إيتينج الأكل الصحي، هون أشياء عن الهرم الغذائي إلى آخره. كل هاي الأشياء بتكون موجودة وين؟
عندي في الكوليكشنز اللي إلي. الآن بدي أرجع صفحتي الغلاف، لاحظوا هدول المجموعات. الآن واحدة بتقول لي طيب أنا ما بدي هاي الصورة، كيف ممكن أعمل؟ باجي بعمل edit profile. شو يعني edit profile؟ كيف عملنا edit للمجموعة؟ يعني تحرير. بدي أغير، لنفرض هون، لنفرض هذا مش عاجبني بغير فيه، أو هون لنفرض هون بدي هاي الكلمة كان فيها غلط، بضللها بقيم الإشي الغلط. هيني بكتب، لا هون كتب عربي بلا صح، amazing amazing مثلا، كان ممكن فيها أنا كاتبها غلط، فيها آي زيادة قبل عربي بالإنجليزي، اللي بدك إياه. أوكي، الآن هنا أنا ضفت على الزائد، لاحظوا في عندي زائد، لما أضغط عليه بيجيني هل بدي أضيف حسابي على الفيسبوك، لأن ممكن أنا حابة زملائي يتعرفوا علي عن طريق صفحتي على الفيسبوك. مجموعة إلي هنا لنادي اللغة الإنجليزية، هيني حاطة الرابط، وهذا الرابط صفحتي الشخصية، هذا لنادي اللغة الإنجليزية اللي بنشر عليها أنشطتي مع طالباتي، هذا حسابي على تويتر، هذا حسابي على سوي، إلى آخره. بعدين بعد ما خلصت بعمل سيف، فهون على الزائد اللي بدي إياه بضيفه. أوكي، كمان هنا لنفرض بدي أضيف أشياء ثانية، هنا ما فيش مجال الآن لأنه مجموعاتي كثيرة، في المفروض هنا آد بس مش ظاهر عندي، مش عارفة ليش في مشكلة شكله. هيها هيها، لأني كنت مكبرة. لاحظوا إذا ضفت هنا add new section اللي حكيت عنه قبل شوية، بسمي مثلا أنت بالعربي بدك تكتب الوحدة أو الصف، الصف التاسع، الوحدة الأولى لنفرض. أوكي، فعملت سكشن، عملت سكشن مباشرة رح المفروض يظهر لي هون، هي يظهر هذا الوحدة الأولى لازم يكون في عندي في المجموعات. كيف هسه عملت مجموعة الأسرة؟ ممكن أعمل للوحدة الأولى مجموعة للقطعة الاستيعاب، مجموعة ثانية مفردات الوحدة، قواعد الوحدة، الإنشاء تبع الوحدة، مراجعة للوحدة، مادة إثرائية إلى آخره، في كل واحد في مجموعة. بعدين باجي بضغط هون لنفرض، بضغط على الكوليكشن الرئيسي وبصير أضيفهم، بحيث لما أضغط على أول وحدة بلاقي كل الموجود، كل الأشياء اللي إلها علاقة في الوحدة الأولى موجودات في هاي الكوليكشن الرئيسية. بعد ما خلصت كل إشي، لاحظوا هيو أجاني الصف التاسع الوحدة، قال لي there are no collection، يعني لساتك مش ضايفة ولا إشي. ليه؟ لأني هسا عملتها، لكن لما ضغطت على اللي قبلها لا لقيت في أشياء. بعد ما خلصت كل إشي، قبل ما بدي أخرج ممكن بدي أغير هاي change profile image. أنا هاي كنت حاطتها إني كنت عضو، الآن كنت صرت سفيرة، بروح مباشرة وين؟ على سطح المكتب وين أنا مخزنة، لازم أكون حافظة عندي أنا كثير كوليكشن. لنفرض وين الوكلت، عاملة ملف للوكلت، ملف لكورونا، ملف للبانسي، ملف لخبيرة مايكروسوفت، هاي سفير وكلت. لنفرض هاي أنا، لنفرض سفيرة وكلت أنا حاطة هاي الصورة، سفيرة وكلت أخيرا قبل فترة بسيطة أخذتها.